البداية يا دكتور، عاوزين نعرف نتكلم عن عملية تكميم المعدة بالبنج الجزئي، ازاي بتتم وازاي بنقرر نعملها؟ هي الحقيقة التكميم التراديشنال او التقليدي بتاعه اللي هو التكميم العادي البنج الكلي. الجد في الفترة الأخيرة ان ابتدينا نعمل بالبنج الجزئي، بيبقى المريض صاحي وسامع كل حاجة ولكن مش حاسس بألم خالص. بس طبعا ده عشان يحصل ابتدى يستلزم حاجات، ان العملية الأمور بتمشي سريعا، بيبقى التخدير حاطط بروتوكول محدد معانا مع الجراحة، والأمور فعلا اتعملت أول مرة وبعد كده اتكررت والأمور مشيت بطريقة لطيفة جدا جدا. دي مهمة قوي في الناس اللي عندهم أمراض كتير، يعني واحد عنده مشكلة في القلب، مشكلة في الضغط، مشكلة في الكلى، مشكلة غيره، ودي أصلا طبيعة ومصاحبة للسمع، فسهلت الأمور كتير. سهلت الموضوع بين جزء ده، حتى كمان المشاكل اللي كانت مع الناس اللي بتبقى عندهم مشاكل كبيرة بدأت الأمور تبقى أفضل، بسيطة أفضل بكتير. الجزء اللي بيتم استئصاله من المعدة، في ناس كتير جدا بتسأل، وده بيروح فين؟ صح، هو يعني خلينا نقوله بطريقة، نقول إن هو يعني ربنا لما خلق لنا معدة خلق معدة صغيرة، إحنا كبرناها على مر الوقت وخليناها بتستوعب حجم كبير من الأكل عشان نشبع. كمان الجزء اللي زاد ده بيفرز هرمون وهرمونات، يعني منها هرمون مشهور اسمه الكرالين، ده هرمون الإفراط في الأكل. فأصبح الجزء الزيادة ده خلينا نفكر فيه إن هو جزء مرضي، يعني مش جزء صحي. الزايدة لما بتلتهب الناس بتتفهم جدا، بنعمل ايه؟ بنشيلها. كذلك الجزء المرضي بتاع المعدة مش الأساسي، ده جزء زاد، بنبتدي نصغر حجم المعدة، فآكل وجبة قليلة أحس بنفس إحساس الشبع الطبيعي الحلو وأبدأ أخس. الأمور جميلة جدا. طيب المفروض الناس هتخس قد إيه وهتبتدي تخس إمتى؟ وهل السؤال بقى المهم جدا، هما هيتخنوا تاني؟ سؤال حلو. هو الحقيقة إن إحنا عايزين الناس تخس، بس مش عايزين الناس تبقى، الناس بتسألنا هو أنا هخس لغاية فين؟ يعني هل هبقى جلد على عضل؟ لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده. لازم الرجال يخسوا بالفتنس أو بالصحة بتاعتهم، لازم البنات والستات يخسوا مع الاحتفاظ بجمالهم وبشكلهم. وبالتالي لازم في معيار معين لحجم المعدة اللي يتعمل دهوت، وما هوش متساب للآراء ولا الكلام دهوت. فبتبتدي الناس تاكل وجبة بنقول عليها سوشيالي اكسبتبل، وجبة حلوة، ما حدش يقول للواحدة مالك تعبانة، مفيش كلام ده، ما حدش حقيقة مقبول يعني.